الرئيس السيسي استهل نشاطه بعقد لقاء بمقر إقامته برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. وجه خلاله الرئيس التهنئة للرئيس والشعب الكونغولي على نجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية التي جرت مؤخرا بالبلاد، مؤكدا حرص مصر على الاستمرار في توظيف إمكاناتها لدعم الكونغو في المجالات التنموية والفنية المختلفة، وذلك بالتوازي مع دفع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. كما استقبل السيد الرئيس سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقاء استعرض خلاله الرئيس تصور مصر للأولويات التي تعتزم الدفع بها في إطار الاتحاد الإفريقي خلال عام الرئاسة المصرية، والتي تستهدف مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية بالقارة السمراء، ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي وتعزيز بنية السلم والأمن بالقارة الإفريقية. وأكد السيد الرئيس ضرورة مواصلة الجهود والتنسيق على المستوى الدولي لعملية الإصلاح داخل الأمم المتحدة، أخذا في الاعتبار أهمية مشاركة القارة الإفريقية بصورة مؤثرة في عملية الإصلاح. وشهد اللقاء بحث آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، خاصة في كل من ليبيا ومنطقة القرن الإفريقي.